وخلونا اسرائيل التي لا بد فيها من نضال حقيقي لتستقر أصدق. لو كنت يا سام هذه القصة في هذا التوقيت لو كنت جماعة إسلامية لو كنت مصري لأفهم منهم اوعى تقدر كيف استساغوا حيزلك ان يكون مالكش كرامة ولا قيمة لا جوه البلد ولا براها وارجو ان تقوم منهم الشرطة العسكرية ان يتصلوا بي وفي السجون الحربية هيتقطع المصريين وتنتهك الحرمات والأعراض ومحدش على الأسين كل عن وقعه منا إيد واحدة الخيار الآن إيد واحدة إيد واحدة وكفتين الميزان هما الشعب وعايزين يبقوا دولة فوق الدولة ومثل هذه المعلومة القرارات باسم معلومة قوتنا الشعب وحدتنا ربع معلومة ما فيش دولة في العالم تقدمت يراد حزمة واحدة وليس كل الدول وليس فرق اللي كان بيحكمها العسكر تفهم تأمين تمام الساتوريين الشعب تاكل مش عارف لو كان الامر الان بيدي احسن زراعه لو كان الامر الان بيدي والناس سيطيعونني احسن جواز اقوى لان الكلمه الوحيده التي اقولها حكمها عسكر اما الشعب واما هذه فرقوا الإعلانات الدستورية والقرارات المجلس العسكري ناس لها مقامع بارك الله عايزة تفضل مدلدلة رجلها في الدولة إنما الجيش يا رب ربنا يحفظك وجيش دولة الجيش حرس انتخابات مجلس الشعب والشورى الله يخليك شفنا إخواتنا والسلطات